السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. النهاردة هنتكلم مع بعض وندردش شوية على أسباب الخمول والكسل. تعالوا نشوف إحنا بنعمل إيه في حياتنا اليومية بتخلينا مش قادرين وكسلانين، ومهما نمنا بنبقى عايزين ننام تاني، ولو عندنا أي حاجة نقول عايزين نأجلها، مش عايزين نعملها دلوقتي، إحنا تعبانين مودنا مش كويس، ونقعد نأجل في الحاجات المهمة اللي تنفع تتأجل واللي ما تنفعش. تعالوا نبص على نفسنا قبل ما ننام. هنلاقي نفسنا قبل ما ننام ماسكين الموبايل وقاعدين نتصفح فيه على النت، قاعدين نبص على حاجات، نتفرج على فيديوهات، نسمع كلام لحد ما عينينا تخش في النوم، وساعتها بنبقى ماسكين الموبايل ونقوم بقى خلاص واحنا مش قادرين، ظابطين الموبايل على ساعة معينة احنا نصحى فيها الصبح، وحاطينه جنبنا على الكومودينو او حتى على طرف السرير. المهم ان الموبايل لازم يقعد معنا في الاوضه علشان هنصحى عليه، وطبعا ده من اخطر الحاجات اللي احنا بنعملها في جسمنا بجد. اشعه الموبايل طبعا كلنا عارفين ان هي اشعه مضره جدا، حتى الاطفال كمان مش مفروض ابدا يناموا في مكان يكون فيه الموبايل، يعني لو هيستعملوا الموبايل يبقى لازم يخرجوه في مكان بعيد عن الاوضه اللي بيناموا فيها. واحنا كمان الكبار لو نجرب كده ننام في اوضه ما فيهاش موبايل، هتلاقي نفسك بتنامي احسن وبتصحي مش كسلانه، بتخش في النوم على طول لانك مش قاعده كنت ماسكه الموبايل لحد ما تنامي او كده. مجرد ما هتسيبي الموبايل وهتخرجيه بره الاوضه هتلاقي نفسك خلاص هتخش في النوم، وهتنامي ساعات الليل اللي هي بتخلينا فعلا جسمنا يستريح. مهما نمنا الصبح جسمنا عمره ما يستريح زي ساعات الليل. طبعا ساعات الليل هي اللي بتخلي الجسم يبقى في حاله استرخاء وراحه طول اليوم. تعالوا كمان نشوف الواي فاي. الواي فاي في اي غرفه فيها نوم طبعا مضر جدا. انا عايزه اقول لكم اللي انا قريت ان هم عملوا دراسه على الواي فاي، والغرض من الدراسه دي ان هم يعرفوا ايه تاثير الواي فاي. جابوا مجموعه من الاشجار وحطوا ما بين الممرات بتاعتها الواي فاي، ومجموعه تانية من الاشجار ما سابوها ما عملوش فيها اي حاجه. وبعد 3 شهور لاحظوا ان الاشجار اللي كان في الممرات بتاعتها في الواي فاي لقوا الاشجار دي تصدعت والورق بتاعها وقع، بينما التانية كانت ما فيهاش اي مشاكل. فتخيلوا بقى ان ده تاثيرها على الاشجار، امال تاثيرها ايه على الانسان. عشان كده عايزين لو في عندنا واي فاي ولو موجود في غرفه النوم يعني لابد منه، لازم نشيل الفيشه بتاعته ونتاكد ان مفيش اي مصدر للنت او للواي فاي او الموبايل في اي مكان. ومن اسباب كمان الخمول والكسل اهمالنا في شرب الميه. نيجي نشرب ميه نقول احنا مش عطشانين، احنا في الشتاء مش لازم نشرب، احنا ما بنحسش بالعطش. نقص الميه في الجسم فعلا بيؤدي الى الخمول، ويؤدي ان كل الوظائف بتاعه الجسم ما تعملش كويس. انا عايزه اقول لكم طريق اي حاجه في الجسم، سواء كنت عايزه تخسي، سواء كنت عندك اي مشكله، شرب الميه، لان شرب الميه بيضيع كل السموم في الجسم. وبجد حاجه مهمه جدا اللي احنا على الاقل نشرب 2 لتر ميه في اليوم. يعني انت لو بتصحي من النوم كسلانه وعندك صداع بانتظام، يبقى انت اكيد مقصره في شرب الميه. اشربي ميه تقريبا كل ساعتين، اشربي كوبايه، وده بيبقى حلو جدا. مش عايزين نحسب الشاي والقهوه والحاجات دي من ضمن الميه، عايزين نشرب الميه زي ما هي. ممكن نحط اعشاب في الميه ونشربها من غير سكر، وساعتها نعتبر ان ديت برضو ميه. الميه بتعالج الصداع وبتعالج حاجات كتير جدا. عايزين كمان في اكلنا نقلل قوي من المخللات او الاملاح، لان الاملاح بتخلي في ميه تتخزن في الجسم وبتخلي البوتاسيوم يبقى مش موجود في جسمنا، ودي حاجه احنا مش عايزينها. عايزين نبعد عن المواد الحافظه على قد ما نقدر، ونقلل السموم اللي احنا بناخدها في الحاجات اللي هي بتكون جاهزه. اتكلمنا قبل كده على حاجات انا بطلت اشتريها من السوبر ماركت، يا ريت بدل عرفنا الحاجات دي كلنا نبطل نشتريها، لان الحاجات دي بتاثر علينا على المدى البعيد وبتخلي. كمان لو بتحسي بخمول وكسل، مش قادره تعملي حاجه طول اليوم، عندك احساس كده بالاكتئاب، عندك خشونه في البشره والشعر، يبقى انا انصحك ان انت لازم تروحي لدكتور وتكشفي على الغده الدرقيه وتشوفي هي السبب ولا لا. تعالوا نتكلم بشكل عملي. لو انا عندي حاجه عايزه اعملها وكل يوم كسلانه اللي انا ابدا فيها وحاسه ان هي صعبه،
مثلا انا عايزه اخس وزني زايد جدا وكل يوم اقول بكره اصل النهارده هاكل بره، اصل النهارده يعني لسه نفسي اكل كذا، اصل النهارده صعب، بكره بقى هبدا، وبكره ده عمره ما بيجي. انا عايزه اقول لكم على نصيحه، ان احنا لو عملنا لنفسنا حاجه يعني قريبه، هدف قريب، يعني لو قلت لنفسي وضحكت على مخي وقلت له انا عايزه اعمل دايت لمده اسبوع واحد بس وبعدين هريح واكل كل الاكل اللي انا نفسي فيه، انا دلوقتي بضحك على مخي، ابتدي من دلوقتي مثلا، انا دلوقتي على العشاء ابتدي اعمل وليكن مشروب العشاء اللي احنا عملناه مع بعض، بيشبع وجميل جدا، هسيب لكم ان شاء الله اللينك بتاعه في صندوق الوصف، والقناه عندكم مليانه وصفات كلها صحيه نبدا نقدر نبدا بيها. يعني ما عندناش اي حجه لو احنا مثلا نقول احنا عايزين رجيم نمشي عليه، احنا ممكن نتبع اسلوب حياه صحي. انا هقول لمده اسبوع واحد بس مش هشتري الحاجات اللي مش كويسه من السوبر ماركت او الحاجات اللي فيها دهون، هعمل اكل صحي لمده اسبوع واحد. اول ما انا اخلص الاسبوع ده بانتظام وهكون متشجعه جدا، لان مخي حاسس ان هو اسبوع وهيرجع تاني لطبيعه الحياه بتاعته، فبالتالي مش هبقى زعلانه ولا حاسه ان انا محرومه او بعمل حاجه بعيد عن البشر. اول ما يخلص الاسبوع ده وهوزن نفسي هلاقي نفسي فعلا خسيت، هلاقي صحتي بقت احسن، فهتشجع جدا ان انا اكمل اسبوع تاني، اقوم برضو اضحك على مخي تاني واقول انا هعمل اسبوع تاني بس علشان ابتدي اوصل للي انا عايزاه. وهكذا، ان احنا دايما لما بنعمل الحاجه ونقسمها، يعني بنقسم الحاجه اللي احنا عايزينها، ما نخليش مثلا احنا عندنا مثلا مذاكره، عندنا مذاكره كذا ماده، نقوم فردين كل بقى الكتب على الـ على الـ على المكتب ونقعد نقول عايزين نذاكر ده وده وده وده، عمرنا ما هنذاكر حاجه. اما لو خدنا ماده معينه وقلنا اللي احنا هنقعد نذاكرها دلوقتي لمده مثلا ساعه واحده وبعدين هناخد بريك، ساعتها كده مخنا هيبقى مبسوط واحنا هنبقى مبسوطين وحاسين ان احنا فعلا مش مضغوطين. اهم حاجه لما بنيجي نعمل الحاجه ان احنا ما نحسش ان احنا مضغوطين، يبقى تقسيم العمل ده من اهم. وما تنسيش دايما ان انت تشجعي نفسك لما تعملي الحاجه البسيطه اللي انت قلتي هعملها، عشان كل ما بنشجع نفسنا بنحس ان احنا عايزين تاني نعمل تاني اللي احنا عملناه، ونحس فعلا بالفرحه وبنحس بالنجاح ان احنا بدانا في الحاجه وابتدت على اول الطريق، لان طبعا بدايه اي حاجه هي الصعوبه. بدايه اللي انا اعمل دايت اول اسبوع هو اصعب اسبوع وبعدين عادي بنتعود. بدايه المذاكره في الاول هي اصعب حاجه، يعني مثلا لو انت عندك ابنك لسه بيتعلم في البدايه خالص مش عارف اي حاجه، هتلاقي اصعب حاجه ان انت تعلميه في الاول، وبعد كده بيعرف هو بقى يقرا وبيعرف يكتب، فبالتالي اصعب حاجه هي البدايه، ان احنا نبتدي ونبتدي بجزء بسيط، مش لازم نحمل نفسنا فوق طاقتها، نحاول نجزأ الشغل وكمان نكافئ نفسنا، ودايما يبقى عندنا هدف. يعني مثلا لو انا بخس لازم يكون ليا هدف مبدئي، ما اكونش مثلا 100 كيلو واقول انا هدفي ان اوصل ل60. طبعا انا كده بضحك على نفسي، لو انا 100 كيلو اقول مثلا انا عايزه ابقى 95 كيلو، وطبعا كل ما بيكون الهدف قريب كل ان شاء الله ما النتيجه بتاعته هتبقى قريبه، وبالتالي انا هبقى مبسوطه واستمر. اما لو قلت لمخي ان انا 100 كيلو عمري ما اخس، انا وزني زايد جدا، انا هعمل ايه، انا مش عارف ابتدي، انا كل الرجيم مش نافع معايا، جربت كل الوصفات وعمري ما خسيت، فعمري كده ما يعني ما هعمل اللي انا عايزه. فلازم ان شاء الله ان انا ابتدي البدايه وابتدي ان انا احط لنفسي هدف بسيط جدا اسعى ليه، وان شاء الله ربنا يوفقني واعمله. تعالوا نلخص الكلام اللي احنا قلناه، اهم حاجه لما ننام في الاوضه ما يبقاش فيها موبايلات، لو عندنا موبايلات لازم نطفيها ونحطها بره غرفه النوم اللي هننام فيها، ونفس الكلام مع الواي فاي، قبل ما بننام بنشيل الفيشه بتاعه الواي فاي ونتاكد ان هي متشاله قبل ما ننام. كمان لو عندنا اي اجهزه كهربائيه مش بنستعملها نقدر برضو نطفيها، يعني لو عندنا تلفزيون مفيش مانع ابدا ان احنا نشيل الفيشه بتاعته، نشيل فيشه الكتل، نشيل فيشه اي حاجه عندنا احنا مش بنستعملها قبل ما ننام، وده الافضل وهيوفر كهرباء وهيبقى افضل لينا ولصحتنا. عايزين نتاكد كمان ان احنا بنشرب ميه على مدار اليوم، بنشرب كل ساعتين بنشرب كوبايه من الميه، ما نهملش ابدا في السوائل، وكمان نهتم جدا بالاكل الصحي، نحاول نبعد على قدر الامكان
من السموم اللي احنا قلنا موجودة في حاجات كتير قوي حوالينا، نحاول ان احنا ندور على الحاجات الطبيعية، الحاجات الفريش، ونبعد عن الحاجات المعلبة اللي مليانة مواد حافظة. كمان قلنا لو عندنا حاجة كتيرة قوي نعملها، نحاول نقسم الشغل بتاعها وناخد حاجة حاجة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحاول نقسم الشغل بتاعنا ويبقى عندنا الهدف اللي احنا عندنا، ياريت يبقى هدف قريب. يعني لو انا عايز اخس، قلنا لو عايز اخس 5 كيلو، يبقى هدف القريب اللي انا اخس مثلا كيلو واحد في الاسبوع. مش لازم اقول لنفسي اللي انا عايز اخس 5 كيلو واقول بقى ده رقم كبير جدا ما بينزلش، وانا وزني ثابت وما بينزلش واتعقد. ابدا لازم اقسم اللي انا عايزه على وقت قليل، وان شاء الله ربنا يوفقني. ودايما استعينوا بالله لما تيجوا تعملوا اي حاجة، وان شاء الله ربنا يوفقكم وتحققوا كل اهدافكم. اتمنى ان شاء الله ان انا اكون قدرت افيدكم ولو بحاجة بسيطة. اشوفكم ان شاء الله على خير، ومع السلامة.